اللي هي الرجل عنده نطف قليله والحركه مالته جدا قليله، يعني حتى موضوع الاخصاب الخارجي ما يخدمها. فطلع النوع الاخر اللي سنه 91 92 ماليرمو بالصدفه، نعم، ايضا نجح ان يدخل نطفه واحده الى داخل البويضه، وهذه تلقحت وبدا عندنا ما يدعى بالتلقيح المجهري الاجباري، فاصبح هذا العصر الثاني من التطور بالتقنيه. بجهاز، هذا الجهاز يسمح لنطفه فقط واحده ان تدخل الى داخل البويضه. هاي من اليا حالات؟ الحالات اللي شخص قد يكون النطف مالته جدا قليله. قد يكون ناخذها نطفه من الخصيه ونشرطها وندخلها الى داخل النطفه. والحالات اللي عندها ميولوجيكال فاكتور، يعني الحالات المناعيه العاليه جدا، اللي ما ينجح وياها الفشل يعني بالاي في اف بالاخصاب الخارجي مرتين او ثلاثه. عندنا بويضات قليله، النمريه عندها بويضات قليله، فمو معقول نضيعها بالاي في اف لو ينجح لو يفشل الاخصاب. فانجح شيء ان ناخذ النطفه ونخلها بداخل البويضه حتى نضمن وجود اخصاب خارجي، نضمن بهالطريقه هاي. فهذه حقيقه بدات من سنه 91 92 والى اليوم، يعني الموضوع هذا اصبح ناجح بالعالم.